الجميل أن أمير الشعراء يعني بيتميز هذا الرجل الشاعر العبقري العظيم بأنه هو أول واحد عمل الروايات الشعرية، يعني مثلا نجد مجنون ليلى، نجد قمبيز، نجد وهكذا. إنما الأخطر من كده أنه هو أرخ للتاريخ في قصائد شعرية. يعني في جنيف 1927 ألقى قصيدة اسمها كبار الحوادث في وادي النيل. يقول لنا في هذه القصيدة إزاي في الأسرة 17 أو ما قبل الأسرة 17 كيف أن الهكسوس تمكنوا من مصر، فهذه الحقبة الحزينة. يعني نجد في قصيدة كبار الحوادث في وادي النيل الشعراء يقول: ومضى المالكون إلا بقايا لهم في ثرى الصعيد التجاء، فعلى دولة الملوك سلام وعلى تاريخهم هو العفاء.